وخلال كلمته في اليوم الثالث من فعاليات منتدى شباب العالم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية لشباب مصر لأن مبادرة حياة كريمة من أفكارهم، وأكد أن الفقر يسهم في دخول الدولة في متاهات التخلف والجهل، وشدد على مواصلة العمل من أجل الخروج من دائرة الفقر. أنا هحاول برضه الأربع دقايق يعني استمر على الأربع دقايق اللي أنت طالبتونا بيهم. خلوني في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر السادة الضيوف المتحدثين على مساهمتهم الرائعة النهاردة في هذا الموضوع اللي أنا بعتبره شخصيا من أهم الموضوعات اللي محتاجين كلنا نخلي بالنا منها ونفكر فيها. وخليني أوجه من خلال آية وسارة يعني شبابنا، إن أنا أوجه التحية لشباب مصر، لأن شباب مصر المؤتمر اللي احنا موجودين فيه ده كان أحد أفكار شباب مصر. حياة كريمة اللي بنتكلم عليها اللي هي بقت نموذج ملهم يعني، هي برضو أحد أفكار شباب مصر، فأنا بوجه لهم التحية على ده. خليني أقول لكم إن إذا كنتوا بتقولوا إن الفقر في بلادنا أو حتى في بلاد كثيرة بس كتير منهم بيتركز في أفريقيا، الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والأسر، عايز تتكلم عن مستوى الأسرة ممكن تقول إنه بيدخل الأسرة في متاهة، عايز تتكلم على مستوى الدولة ممكن تقول بيدخل الدولة في متاهة التخلف، متاهة التخلف، متاهة الجهل، كله هي يعني عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة. وإحنا لما وانا بقول الكلام ده لان الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد، انا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت اجراءات واتعملت يعني انتخابات، جت يعني حكومة أو قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها. إيه علاقة اللي أنا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر. محاربة الفقر في مصر بإيه؟ بالعمل بإخلاص، العمل بجد، العمل بقدر الإمكان بإتقان، العمل بإيمان، ما كانش فيه حل تاني. وأنا عايز أقول لكم يعني على أرقام بسيطة يمكن تعكس لكم حجم الجهد وحجم الإنفاق اللي اتعمل. وده بالمناسبة ده مش شغل رئيس، ده شغل الدولة المصرية، حكومة والحكومات المختلفة، حتى الناس اللي مش موجودين معانا منهم دلوقتي، خلال 7 سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون، أكتر من 6 تريليون جنيه، يعني كام؟ حوالي 400 مليار دولار، 400 مليار دولار. عايز أقول لكم على حاجة، كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد، مع قطاع واحد، عدد الشركات 4500، والحجم الأموال اللي تقاضتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار، تريليون ومئة مليار. أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وأثرها السلبية على العالم كله. كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر، والجائحة جت
كان الهدف كله دلوقتي ان احنا نحافظ على ان المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني تحت، يرجعوا لخط تحت خط الفقر تاني. كان ليها تأثير كبير، لان كتير لما كنا بنتكلم على التوازن اللي انا بطرحه وسمعتوه على ان مصر كانت ادارت الموقف من الجائحة بتوازن ما بين الاجراءات الاحترازية والغلق المؤقت وما بين العمل بلا توقف، بلا توقف. ليه؟ لان احنا اتصور ان الفقر اخطر كتير، هو جائحة بتدمر المستقبل وبتدمر الحاضر. الفقر، الفقر بيدمر المستقبل والحاضر، وما بقاش فيه امل للناس، وبالتالي تشوفوا دول فيها ارهاب وفيها تطرف وفيها اقتتال وكلام كتير قوي وفيها ثورات حتى. ليه؟ لان الفقر، مش هنتكلم على ازاي نخرج منه في ظل الجائحه فقط، لان الكلام اللي اتقال من زملائنا على المنصه غطى كلام من ده كتير، لكن انا بتكلم عشان يبقى اقول وجهه نظرنا في مصر على الموضوع ده. لما يعني بيم كمجموعه قال ان هو كان في مواطن الهمه الفكره في لندن، وده امر مهم. احنا كان عندنا اقدر اقول مش يعني اكتر من مليون، يعني الدكتور مصطفى بنتكلم في 250 300 الف اسره، يعني مليون مليون ونص انسان كانوا موجودين في ظروف حياه في الشارع صعبه جدا. ما قلناش هنعمل ده ازاي. تضافرت الجهود بين الدوله وبين صندوق انشانا اسمه حياه كريمه في مصر من بدري، واتكلمنا او تحيا مصر عشان بس يبقى الامور واضحه، وتحركنا وانشانا ما يقرب من 300 الف وحده سكنيه. وبالمناسبه احنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل الى مليون وحده سكنيه كتخطيط. انا الكلام اللي بقول عليه ده ارقامه ضخمه جدا ماليا. الهدف منه ايه؟ احنا هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دايرة الفقر اللي احنا موجودين فيها؟ زي ما اتقال كده، الفقر المتعدد. طب وانا هعمل فيه ان انا اوفر فلوس فقط كدولة، ولا ادخل كدولة باجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد اللي بيتكلموا عليه؟ عندنا انت تعليم مش جيد، صحه مش جيده، دخل مش جيد، سكن مش جيد. الكلام اللي بيتقال على حياه كريمه هنا، مش عايز اسيب بس الموضوع السكن ده، ال 300 الف وحده اللي بنتكلم عليهم دول او ال 250 الف وحده، احنا كنا بنجهزهم ونأسسهم نفرشهم في دوله ظروفها الاقتصادية ظروف متواضعة. احنا مش من الدول الغنية، يعني احنا مش من الدول الغنية. يعني احنا لما نيجي نتكلم على الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا، دي دول غنية، انا بتكلم كدولة. لكن احنا لما جينا نعمل ده كدولة برضو قلنا ما نقولناش ان المواطنين دول مش هنقدر نعمل لهم حاجة، لا، قلنا لابد ان احنا هنواجه الفقر ده فقرنا، ونبني للناس ديت ونفرش لهم فرش يليق بيهم حتى نخرجهم من الحاله اللي هم كانوا عايزين فيها. انا كنت اتمنى ان من ضمن الحاجات اللي احنا نعرضها، وبرضو بقول الكلام ده للناس القائمين على المؤتمر، ادوا فرصه لشبابنا اللي جاي من الخارج يرى تجربتنا، لانها تجربه ممكن يستفاد منها. بقول تاني، انا بتكلم في اكتر من 250 300 الف وحده سكنيه فيها ثلاث غرف، مش غرفه ولا غرفتين،
ثلاث غرف عشان احنا ظروفنا ان عدد الاسر كتير شويه، وبالتالي ما اقدرش اقول له خد اقعد في دي يعني. فاللي انا عايز اقوله ان احنا في مصر اتحركنا من 7 سنين وما زلنا، وانا بقول لهم ان احنا هنفضل نشتغل 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 حتى نخرج من هذا الفقر في مصر. طيب لما جت الجائحة وقلنا ان احنا في تقدير موقف الدولة، وقلت ان كل دولة بتتعامل مع الجائحة طبقا يعني طبقا لمعطيات خاصة بها هي، احنا مش زي دول تانية، وكمان تأثير الجائحة علينا مش زي دول تانية. طب هناخد الإجراءات اللي هي الصحية والإجراءات وإرشادات منظمة الصحة العالمية أكيد، لأن دي مواطنين وبنخاف عليهم. هنعمل الإجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، إن احنا نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحي، وزي ما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت أكيد القطاعات الأخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد، إن احنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة، وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه. يمكن في دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت وإحنا قلنا لا على طول نضخ 100 مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل اللي كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل، بس بشرط إن هم يحافظوا على إن العمالة اللي موجودة عندهم ما يتمش تسرح، أو يعني إن هم يقولوا إن الظروف الجائحة ما تسمحش وبالتالي نمشي. لا ما عملناش كده. طيب هل بقى نتوقف؟ أنا عايز أقول لكم مصر دولة شابة، العاملين فيها عشرات الملايين، لو توقفت دي الناس مداخلها هتبقى منين؟ والدولة هتبقى غير قادرة على أن هي تعطي لكل دول أموال وإعانات. أديك إعانة ولا أخلي ولا يعني منحة فلوس ولا أدي عمل؟ إحنا اخترنا العمل، لأن العمل هيؤدي إلى حاجتين. أول حاجة إنه هيحافظ على تدفق الأموال للعاملين. الحاجة الثانية هستتقدم الدولة خلال السنتين اللي فاتوا دول بمعدلات كان المفروض مش هتحصل. نوقف كل حاجة بقى ونتوقف لغاية لما نطمئن إن الجائحة انتهت تماما، ثم بعد كده نبتدي نحرك الاقتصاد مرة تانية. تجربتنا غير كده، تجربتنا غير كده. لا احنا قلنا لا هنتحرك بالعمل، هنخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، هنتعامل بانضباط شديد مع إجراءات الصحية المطلوبة والاحترازية المطلوبة. لو احتاجنا نعمل يعني إغلاق مؤقت هنعمل إغلاق مؤقت، وده اللي تم. يتبقى الكلام اللي اتقال، مش عايز اكرره كتير على موضوع حياة كريمة. يعني المشروع ده اللي احنا بنعمله برضو بقول لكم عشان اختم كلامي، كل اللي احنا بنعمله في مصر ده هي خطوة من 1000 خطوة لسه هنعملهم لو الدولة لازم تعملهم. خطوة من 1000 خطوة ده كلام مش معنوي، ده تقدير موقف حقيقي لوضعنا، هي ان احنا نواجه حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر. انا بقول الكلام ده للشباب اللي جاي من كل حتة في الدنيا، تقدير حقيقي للتحديات اللي موجودة عندنا. وبالمناسبة اللي انتوا بتسمعوا مني ده عبارة عن تواصل مستمر بين الحكومة وبين الشعب، ما بنخبيش حاجة، بنقول كل حاجة، بنقول للناس كل حاجة. لما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي زي ما يعني اتقال، كان ده إجراء يعني بيتم التحسب منه كثيرا، خايفين من رد فعل
الرأي العام والشعب على إجراءات صعبة. أنا بتكلم على نوفمبر 2016 وأنا اتكلمت فيها، لكن برضو هنا في المؤتمر ده يهمني أن أنا أسجل احترام وتقدير وتحية كبيرة جدا لشعب مصر، لأن احنا أنا مش هقول سر ولا حاجة، لما كنا بنناقش الموضوع دوت على المستوى المصغر في الحكومة كانت الأجهزة والمؤسسة يعني والوزارات متحسبة جدا من الموضوع، لكن أنا صدقوني أنا بتكلم وهم عارفين ده كويس، أنا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المرأة المصرية، وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده هيمرر والناس هتقبله وهتتحمله، وده بالمناسبة اللي أثبت بعد كده إن إحنا لو ما كناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا لو حصلت جت كورونا وإحنا مش جاهزين ليها. الإصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة اقتصادية وصدمة صحية حتى في حاجات تانية كتير. أنا أطلت عليكم معلش، بس حبيت أقول لكم إن مفهوم الفقر اللي بتقولوا إن 60% منه موجود في بلادنا الإفريقية وكده يستحق مننا كلنا إن إحنا لا ننام ولا نغفل إلا ما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل والعمل. وبالمناسبة هم أنا كنت بتكلم امبارح في لقاء مع المنظمات الدولية وبقول لهم الائتمان منخفض التكلفة للدول الأفريقية ضرورة كبيرة، لأن النهاردة المخاطر اللي موجودة في أفريقيا كتيرة، وبالتالي يعني مؤسسات التمويل وحتى البنوك اللي بتدي قروض بتبقى تكلفة مخاطر الائتمان بتاعتها عالية، فيعني العبء بيبقى عبئين، يعني الغني يقدر ياخد تمويل منخفض التكلفة والعدمان مش قادر ياخد غير بتكاليف عالية. عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، عمرنا كده ما هنخرج من الفقر، لأن بقت معادلة صعبة ياخد بفلوس كتير تكلفني كتير أعباء كتير أفضل مش قادر. وطبعا الشعوب مش مستحملة ده ومن حقها أنها تحلم، فتبتدي تصور ويبقى في حالة عدم استقرار ويبقى في خراب وتدمير للدول ويطلع الإرهاب يأثر على الكلام ده وتبقى في هجرة غير شرعية، الناس عايزة تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنية المستقرة عشان تعيش. خلونا نعيش الغلابة، خلونا نعيش الغلابة. شكرا جزيلا.